السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. حنا كنتواجدوا في ثلاث الولاد فيني اقليم سباتن اخوان، قرابين لبن حمد وقرابين للولاد. ثلاث ولاد راه معروفه اخوان، تبارك الله ما شاء الله. كاينه هذه السلعه ديال قلموس حمرة الراس كما كتشوفوا، خي ياسين اموراني وكلشي مزيان الحمد لله. الله يحفظك، الله يبارك فيك. هي السلعه ديال القلموس كما قلنا تقريبا شحال من راس خي ياسين عندك في الطوطه؟ كنهضر على حمرة الراس. كاين شي 200 راس اللي هنايا تقريبا، شي 60 راس هنايا. هذه كاينه 140 في كل الاخر. هنا كاينه 60 راس اخوان ومازال عنده سلعه تبارك الله ما شاء الله. كما تشوفوا اخوان هي السلعه تقريبا. السنه ياسين خويا، السنه الحليب القليل اللي فاتني، كل سنه الحليب تقريبا حد تقريبا شي 3 ولا 4%، شي 5 شي 5 في التوتال كامل، شي 5 ولا نكونوا ثنايا هنايا، كلشي سنه الحليب شي 5 اللي ثنايا، الاغلبيه تقريبا شي 55 حبه سنه الحليب اخوان. لك السلعه ها هي كما كتشوفوا المشاهدين ديالنا، مرحبا بكم واهلا مرحبا. حتى الغنم الاخرى فيها كل سنه اللي بحال خويا ياسين. كما قلنا ان شاء الله غادي نحاول نقربوكم اخوان من الاثمنه وكلشي، نعطيكم معلومات نوريكم نشوفوا العلف. بالنسبه للعلف اخي ياسين هنا كاينه خاصه بالنسبه للعلف، عندي كنعلف التورتو الصوجا الشعير الدريه الشعير ديال الرويزه أيه. نعم اييه والدريه والفصه بال هيدا الفصه ها هي و تبارك الله ما شاء الله كما كتشوفوا السلعة هاي على وجهها، لا عيب والو خي ياسين، والو ما كاينش شي واحد شي حاجة حبوبة والو ما تضوش. ما كاينش، حنا مقابلين داك الشيء بيدينا، ما يكونش عندنا الشيء اللي. بالنسبة لطريقة البيع خي ياسين كتعبر ولا معاينة؟ اللي بغى ولا اللي بغى هذا توعد شوية. الدخل ديالك. توعد شوية ماشي مشكل دابا صح. معاينة مرحبا بي، اللي بغى الكيلو حتى هو نعبروا ليه. اللي بغى معاينة مرحبا بي، واللي بغى الكيلو حتى هو مرحبا بي. تبارك الله ما شاء الله اخوان، انا عجبني واحد الحولي ما مشيت غادي نرسمو ياسين ان شاء الله. الله يعطي. بالنسبه غادي ندوزو اخوان اثمنه، بالنسبه اللي بغى الكيلو، اللي بغى الكيلو خا ياسين هاد حمره الراس كيلو شحال قلنا؟ اللي بغى الكيلو نحسبوا له 72 درهم الكيلو، ولا بغى زعما يدي في البلاصه، حنا كما كنتخلصوا في النقله ديال الناس، اللي بغى يدي في البلاصه نحسبوا 70 درهم، ولا بغى يخليه عندي نحسب له 72 درهم ويخليه عندي حتى لهذيك اليومين وثلاث ايام ديال العيد، وترونسبور بالمجان مرحبا نوصلوا له. حتى كان في الدار البيضاء نوصلوا له، كان في خريبكا نوصلوا له، الدار البيضاء خريبكا ترونسبور بالمجان بالمجان ان شاء الله. المدن الاخرى اللي عنده شي حاول يجي يهزو يدي كاينه ياسين، ولكن في الطريق اللي مثلا في برشيد، الا كان في برشيد ولا شي حاجه توصلوا ليه مرحبا برشيد تاهو بالمجان اخوان. كما قلنا حواله برقيين ما شاء الله. خاص خي ياسين حرك ملي شويه يبانو ولكن ها بشويه عليهم حيت شويه ما كاينش لي سباس بزاف اخوان. سير اخويا ياسين حرك ليا بشويه باش المشاهدين ديالنا يشوفوا السلعه كامله. راه غادي نحاولوا نديروا كل السلعه اخوان باش تكون واضحين، غنديروا لها الفيديو ديالنا. سير اخويا ياسين، ياسين ما عندوش مشكل يبان معانا، هانيه غير بشويه اخويا ياسين بشويه بشويه. تبارك الله ما شاء الله اخوان، سلعه زينه مليحه، اللهم بارك وزيد في ذلك. كما سمعتوا كما قلنا تقريبا بعتي شي واحد هنا خويا ياسين باقي صراحه ماشي زعما تقريبا يلاه واحد البارح واحد البارح واحد اللي داز وتقريبا شحال جاب الثمن شحال عبرتيه ولا معاينه صراحه؟ عبرتي شحال تقريبا جاب الثمن خويا ياسين باش ناخذوها شويه؟ 4600. واقيلا اختاروا لك اكبر واحد هنايا. لا كاين شي حاجه غير لنا شويه، كاين شي حاجه غير لنا شويه.
خدع من الكوري الاخر غلط من هادو تقريبا من 3600 3800 حتى 5500 تقريبا اغلى واحد زعما اثقل واحد اللي عاطي الوزن ديباندي على حسب الكيلوات اللي فيه من 3600 هنايا ولكن هذا الصغير هذا هذا الصغير قال له يقدر شوف الوزن ديالو واش غيدير ما كعرفتش شنو يقدر يدير 3000 يقدر الله يقدر يجيب قل على العموم على العموم على العموم اخوان اعطيناكم معلومات الرقم تاع الهاتف ديال ياسين اخوان غادي نخلي لكم ان شاء الله في العنوان تاع الفيديو نخليو لهم الرقم واحد ولا جوج ارقام ولا فحال فحال ما عندكش مشكل لا واحد ولا جوج ما كاينش مشكل حتى ونحاولوا نعطيكم الاخوان اللوكاليزاسيون اللي كاين هنايا مرحبا وعندو واحد البانو ولكن خصو يعلقوا في الشارع صراحه باش يبان مزيان عندو البانو هنايا غادي نصوروا لكم توا باش تشوفوه تبارك الله ما شاء الله وكيفاش هذا الصور ديو معاهم ولا تاهو تيم حضيت غير حتى هو راه معاهم هو تاهو تيم حضيت غير هو ابيض سبحان الله سبحان الله تبارك الله ما شاء الله سير اخويا ياسين دوز من هنا حتى تشوف من هنا غادي ان شاء الله نخليهم يدخلوا اخوان و تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله سير اخويا ياسين قلنا تقريبا شي 200 راس اللي كاينه سير اخويا ياسين هذه 60 غير ايشونتيو مازال 140 في كوري الاخر اللي بغى شي حاجه اخوان ارقام غادي نخليهم لكم في العنوان اللي بغى البرقيه مرحبا شويه شويه سير سير زيت 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 شويه باش ما يتزاحموش تبارك 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 الله